لما تدخل الأعمال الدرامية المنافسة بالتأكيد هيكون في كسبان وخسران أو رابح وأقل ربحا، إنما في أعمال خارج المنافسة بجميع المقاييس هي خارج المنافسة، لا يمكن أن تقارنها بأي أعمال لا في الموسم اللي تعرضت فيه ولا في مواسم قبلها. المسلسل اللي بنتكلم عنه حقا خارج المنافسة لأسباب كتيرة جدا. السبب الأول إنه هو عن ملحمة وطنية بتلمس وجداننا وعاطفتنا وتكويننا وحبنا البلد. إنما السبب الأقوى لانتشار والترحاب الرهيب بالمسلسل هو صناعته، صناعة محترمة، صناعة فخمة، صناعة تحاكي مشاهد هوليود، سينما عن المعارك العسكرية والحربية فيها قدر كبير جدا من المصداقية والتشويق والإجادة. العنصر ده، عنصر الصناعة، هو العنصر الأهم في تقديري لنجاح ساحق حققه هذا العمل. السبب الثالث لأن المسلسل اللي بنتكلم عليه خارج المنافسة بكل الأشكال هو أنه عن قصة حقيقية، قصة حقيقية مش اتحكت لنا، إحنا شفناها، إحنا تابعناها على شاشات الأخبار، على الشريط الإخباري، في التحليلات، إحنا سمعنا كتير وشفنا كتير من اللقطات سواء على شاشة التلفزيون أو على الإنترنت، إحنا عشنا اللحظات الأليمة المجيدة دي ما حدش حكالنا عليها، والأول مرة بنشوف هذا التمازج والتماثل والعظمة ما بين حدث حقيقي وما بين تصويره على الشاشة الصغيرة. كل حاجة كانت زي ما حصلت بالظبط. الزمان 7 يوليو 2017، التوقيت الساعة 4 فجرا، المكان كمين البرث، الأبطال هم أعضاء كتيبة 103 صاعقة، أحمد الشبراوي، خالد المغربي، محمد صلاح، أحمد شاهين، أحمد العربي، محمد محسن، فرج محمود، علي، مؤمن أبو اليزيد، وغيرهم كتير جدا، وعلى رأسهم قائدهم، قائد الكتيبة 103 صاعقة، العقيد أركان حرب، أحمد صابر محمد علي منسي. يا ابني انا مطمن، خلي بالكم انتوا بنفسكم، في عبوات في الطريق. على عهد الرجاله وزي ما اتفقنا الدفي بأفرولي، الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أضاف لكل اللي اشتغل فيه، لكل اللي حضر له، لكل اللي تابعه وشاهده، عمل عظيم بما فيه من بطولة حقيقية، من قصة حقيقية، وبالتأكيد من أداء وصناعة محترفة. المسلسل ده في أيام كتيرة جدا كان هو ترند رقم واحد على مصر، إنما في أيام تانية كان هو
في الأكثر تداولا حول العالم، الموست تريندنج حوالين العالم كله مش بس المشاهدين المصريين، حالة خاصة جدا، حالة خارج المنافسة.